الرحمن الرحيم. المتابعين في كل مكان نحييكم مرة أخرى من ميدان السوان لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير، المهرجان 24 على التوالي الذي قام هنا بإمارة رأس الخيمة. انتقل مع شوط جديد، انتقل مع الشوط الثامن في مجموعة الأشواط، والشوط الثامن يحمل في كشوفاته الإبكار، المهجنات الأصايل. نسير في هذه الشعرات، نسير في هذه الشعرات التي تزيني هذا الميدان، شعرات أبناء القبائل الذين وصلوا من كل فج عميق كيشاركون هذه الفرحة الغالية على قلوبنا جميعا. نسير في هذه اللحظات مباشرة مع مقدمة الشوط، نسير مع المركز الأول، نسير مع السيطرة الأولى اللي بدأت تحتل المركز الأول مع جليلة. الله يا جليلة للسيد أحمد بن راشد بن سالم المزروعي مع مقدمة هذا الشوط المزروعي. انتقل مباشرة مع المركز الثاني وجود براقة، وصلت الآن مع المركز الثاني براقة للسيد سعيد بن محمد بن مبارك الاكتبي مع المركز الثاني. ننتقل مع مصورنا العزيز مع المركز الثالث، نجد في المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات مع المركز الثالث مع وجود هملولة، هملولة في المركز الثالث المملوكة للسيد محمد بن علي بن دويس الخيلي مع المركز الثالث. انتقل مباشرة من هملولة إلى المركز الرابع، وصلت عالية. الله يا عالية، وصلت في هذه اللحظات للسيد محنة بن محمد بن لويع العامري. وصلوا أهالي العين، أهالي الساد بالتخصيص. ننتقل الآن إلى المركز الخامس، وجود وصايف، وصلت وصايف في هذه اللحظات للسيد محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري. أهالي الميدان وصلوا. ننتقل مباشرة إلى المركز السادس، نلاحظ الدخول والتسلل. وصلت وسام، وسام ولكن ضبية تسللت إلى المركز السادس. ضبية للسيد خليفة بن علي بن سالم الاكتبي. ننتقل مع المركز السابع في سابع المراكز، وصلت سلالة مشغل مع مشغلة للسيد محمد بن سعيد بن شوين الاكتبي مباشرة مع المركز الثامن. المركز الثامن وصلت شقراء. الله 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 يا شقرة للسيد سعيد بن محمد بن خويتم العامري، ولا للسيد سعيد بن عوض بن خويتم العامري. ولكن الدخول يا ابو حميد، وصلت المتحدة مع المركز التاسع، المتحدة للسيد عبيد بن ثعيلب بن طهميمه العامري. وننتقل نختم ندانا مع المركز العاشر، والدخول مع المركز العاشر. وصلت الظبي مع المركز العاشر للسيد ساري بن بلوش، سيد بن ساري بن بلوش المزروعي. هكذا متابعين العزاء العشرة المراكز الأولى قدمناها لحضراتكم. نعود مع مقدمة الشوط، بدأ التغيير، برقت براقة، بدلت براقة إلى مقدمة هذا الشوط سعيد بن محمد بن مبارك الاكتبي. ركز 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 يا أبو محمد، وانت في موقع مرموق على مقدمة هذا الشوط. بينما الوصول يا سلام مع المركز الثاني، شوف اللي وصلت ضبية مع المركز الثاني للسيد خليفة بن علي بن سالم الاكتبي مع المركز الثاني. ولكن الوصول مع المركز الثالث، وصل شعار الدكتور الأصايل من الجهة الأخرى اللي تسللت من الرابع. وصلت في هذه اللحظات المملوكة للسيد راشد بن الزفنة العفاري، واسمها بنقول عليها شعلة، بسميناها شعلة اشتعلت وذعناها اللي غيرت. الآن شوف المركز الرابع، الوصول
الله من قبل الظبي، وصلت الظبي مع المركز الثالث للسيد سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. أهالي الغربية وصلوا مشاركين في هذا المهرجان القوي. ننتقل مع المركز الخامس، شوف المركز الخامس، شوف الدخول والتسلل إلى المركز الخامس. هملولة هملولة مع المركز الخامس للسيد محمد بن علي، ولكن التسلل من قبل مشغلة، ووصلت مشغلة للسيد محمد بن سعيد بشوين الاكتبي. الله الله الله، الموقع وين يا شباب؟ موقعنا وين؟ بدينا في هذه اللحظات 1500 متر، ولكن عود إلى مقدمة الشوط، عود مع السيطرة، عود مع المركز الأول. كوكب ثلاثي والله يا براق، عادت براق، انطلقت براق إلى مقدمة الشوط. سعيد بن محمد بن مبارك الاكتبي بدأت تحتل المركز الأول، تسيطر، ولكن وصلوا هالطلايب، وصلت شقراء، وصلت شقراء. الله الله الله، سعيد بن عوض بن خويتم العامري، ولكن ضبية دخلت، ضبية اللي وصلت في هذه اللحظات. خليفة بن علي بن سالم الاكتبي، حوار ثلاثي، ولكن الله 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 الله، شوف اللي وصلت، حاملة رقم واحد انضمت لينا في هذه اللحظات. وصلت وسام، رفعت راية التهديد، سالم بن عبيد بالضحاك المنصوري، ولكن عود إلى مقدمة الشوط، عود مع براق، رقصت. الله الله الله، مبروك يا ولد مبارك، مبروك على مقدمة الشوط. سعيد بن محمد بن مبارك الاكتبي، السلام وين يغادر، السلام وين يغادر في هذا الشوط مع براق، مع سيطرة براق على مقدمة الشوط. سلام سلام يا سعيد، يا سعيد يا بن مبارك يا الاكتبي، قامت راس ما شاء الله، انطلقت بدعت. سلامي 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 عليك، هذه تهانينا والناموس مع المركز الأول، روحت بالناموس، قفلت على الشوط. نقدم الثانية والناموس إلى لاعب الراقة سعيد بن محمد بن مبارك الاكتبي، لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني. هذه اللي وصلت مع المركز الثاني، متابعي عزار السيد سعيد بن حوض خويتم العامري، والمركز الثالث تصل للسيد خليفة بن علي بن سالم بن راشد، والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع، متابعين الاعزاء السيد سيف بن ساري بن بلوش المزروعي، والمركز الخامس وصلت فيه في اللحظات الاخيره اللي شعل للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري. التوقيت الزمني متابعين الاعزاء، شاهدنا براقة قدمت عروض ممتاز، نعود زمني، هذه براقة اللي قطعت مسافة 5 كيلومترات في 7 دقائق و37 ثانية. وفاء وتمام، تهانينا السيد سعيد بن محمد بن مبارك بن سلطان الاكتبي على فوز براقة، المبروك بمحمد، تهانينا إلى جميع الفائزين بالمراكز الأولى.